المطيرة في جنوب شرق آسيا، وخاصة في أدغال إندونيسيا وبابو غينيا الجديدة وأجزاء من شرق أستراليا. تشتهر هذه الطيور باعتبارها أجمل طيور في العالم، وذلك لتميزها بمجموعة جميلة من الريش. يستخدم ذكور طيور الجنة ريشهم المميز بألوانه الزاهية لجذب انتباه إناث طيور الجنة.
解啦，佢哋講。所以他们进来才会吃，他们才不吃。这个我不太确定，我知道另外一个。因为我可能要在那边吃，我先一五天在外转，然后现在另外一个是两只都可以。More experience here directly from Iguaçu Falls. Hashtag in Brazil 2015. See you. Thank you. Okay.
several times. Yeah,